احيانا انا بصور طريقه تجيك عشوائيه معي، بس بحب احكي لكم اياه. مرات الحياه بسيطه، يعني بحب اشياء بس تكون بسيطه، ما لا تصنع في التصوير ولا تصنع في كيف عمل الفيديو. بتلقى ملاحظات يعني بعض الاحيان على بعض الفيديوهات، بتقبلها بصدر رحب، شكرا للي بيعطوني ملاحظات لانه بخليني اطور من نفسي. الموضوع الثاني، عندي مواضيع كل يوم انا بنزلها، يعني تكون مواضيع نادرة وثقافية بدأك خص تاريخي عن يعني الإسلام والمسلمين أو أي شيء متنوع. أتمنى تكون عاجبي لكم إن شاء الله. شاهدونا اليوم في الفيديو الجديد اللي راح ننزله. أتمنى لكم يوم سعيد، تابعونا في الفيديو. أنوشة الأنصاري هي الأمريكية ذات الأصول الإيرانية، ترأس شركة أنظمة بروديا. في 18 سبتمبر 2006 أصبحت أنوشة الأنصاري أول سيدة مسلمة وأول إيرانية تصل إلى الفضاء، وهي تعتبر رابع سائح فضائي إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث تحملت كافة تكاليف الرحلة التي يقوم بها برنامج الفضاء الروسي. ولدت أنوشة أنصاري بمدينة مشهد بإيران، هاجرت عام 1984 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. حصلت على تعليمها الجامعي من جامعة جورج ماسون بفرجينيا، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، وأكملت دراستها العليا من جامعة جورج واشنطن، حيث حصلت على درجة الماجستير. بعد التخرج بدأت أنوشة عملها في MCI، وهي شركة أمريكية تعمل في مجال الاتصالات. وفي عام 1993 أقنعت أنوشة زوجها حميد الأنصاري وأخيه أمير الأنصاري للمشاركة في تأسيس شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وتم تأسيس الشركة وأصبحت واحدة من أهم موردي تكنولوجيا سوفت سويتش. في عام 2006 شاركت أنوشة في تأسيس أنظمة بروديا، وتتولى حاليا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المشرفة على هذا النظام. أنوشة أنصاري الخبيرة في التقنيات الرقمية دفعت 20 مليون دولار لخوض مغامرة السياحة الفضائية، وأصبحت الأمريكية ذات الأصول الإيرانية أول سائحة فضاء في العالم عندما انطلقت على متن الصاروخ الروسي.